يعطيكم العافية. هما نتعلم كيف منشوف المكون على برودكت معين، مكونات، لنعرف إذا هذا البرودكت كيتو أو لا. كل مكون، كل برودكت عفوا، بيكون عليه شغلتين، شغلة اسمها ingredients تحت أو المكونات، وشغلة اسمها nutritional facts اللي هي المعلومات الغذائية. هلأ أول شيء هنحكي بالingredients. هو الانجريدينتس يعني من شو متكون الاشي اللي حطيناهم مع بعض لحتى طلع معنا هذا المنتج. لو افترضنا بيتزا هي فيها طحين لوز، فيها طحين جوز هند، فيها سيليم هاس، فيها زيت زيتون، فكل منتج عم ينباع بالسوق بيكونوا حاطين كل المكونات تاعوله لحتى وصل هذا المنتج صار بقلب هذا العلبة اللي احنا عم نشتريها. هون مثلا الانجريدينتس، القاعدة العامة بين هلالين، قاعدة عامة انه مجرد ما اشوف اني اشياء مش كيتو ساعتها هذا المنتج بطل كيتو. مثل مثلا افترضنا اذا قرينا ضمن هذه المكونات، لو افترضنا قرينا كلمة شوجر يعني سكر، اذا كان بالعربي يعني سكر، اذا كان بالانجليزي يعني شوجر، فمجرد ما الاقي هذه الكلمة خلص هذا البرودكت ما عادش بناخده. هذه القاعدة العامة. لقينا طحين قمح، لقينا قمح، لقينا شوفان، لقينا ذرة، كل هالاشياء دغري هالمنتج ما عادش بناخده. مالتي تول اند سو اون. هلا اللي عم يعملوا ديرتي كيتو مثلا لقوا سكرالوز بياخدوا منه هذا المنتج، ما بتفرق معهم لانه ما مش همهم الصحه. اللي همه الصحه مثلا الهيلثي كيتو ساعتها لا، مجرد ما يلاقي حتى السكرالوز بيلغي هذا المنتج، بس اللي اسبرتام بيلغي هذا المنتج ما عادش بياخذ منه لهذا البرودكت. اللي لا بدوش يفوت بهذه التفاصيل، ما مش همه الصحه، همه فقط يضعف، يعني بهمه الديرتي كيتو، ساعتها اذا لقى مثلا اسبرتام بياخذ منه. ساعتها ما عادش يتطلع بهذا المكون. طبعا نحن من شباب ما بنشجع ابدا يروح حدا بالديرتي كيتو، بنروح فقط بالهيلثي كيتو. الهيلثي كيتو يعني كيتو الصحي اللي ما بيعملش امراض، لانه هذه المكونات كلها في دراسات بتثبت انها بتعمل امراض او لها علاقه بامراض مزمنه، فلذلك نحن عم ناخذها بالكيتو. او مثلا زيوت نباتيه مهدرجه، او مثلا كل هالتفاصيل مجرد ما نقراها هون بالانجريدينتس دغري بنلغي هذا المنتج من الاستعمال. هلا ديكستروز مثلا، مالتو ديكسترين، مالتي تول حكينا عنه، فريكتوز، يعني كل هول المكونات الممنوعة بالكيتو مجرد ما نقراها بالانجريدينتس دغري بنلغي هذا المنتج ما عادش بناخده. هلا هون طبعا في استثناء بسيط، انه يمكن احيانا مثلا يكون في شوجر هذا المنتج، ولكن اورجانيك شوجر ونسبة كتير ضئيلة. يعني نسبة لو افترضنا بكل المنتج في 1 جرام شوجر بكل المنتج، نحن عم ناخذ مثلا منه شقفة صغيرة، ساعتها ما بيأثر. والأفضل بلاها طبعا، أفضل نلاقي منتج بلا شوجر، خصوصا لأنه الشوجر أغلب الأوقات ما بيكون شوجر طبيعي أورجانيك، بيكون شوجر مكرر. طبعا كيف نعرف التفاصيل؟ نيجي ساعتها هلا هون عن نيوتريشنال فاكتس. من نيوتريشنال فاكتس بتلاحظ عندنا شغل ملاحظتين. أول ملاحظة سوري راحت البطارية. أول ملاحظة هي سيرفينج سايز فوق. سيرفينج سايز بهالحالة 1 بار يعني 60 جرام، يعني بكل هذا اللوح اللي هو كيتو، لوح شوكولا كيتو، بقلبه كله فيه 60 جرام، هو 1 بار 60 جرام. الكونتينر يعني العلبة فيها 12 لوح من هذا الشوكولا. هلا إذا كان افترضنا محطوط نص بار، نص بار شو يعني نصه لهذا اللوح الشوكولا، بقلبه هو التفاصيل اللي تحت، فهذه معلومة كتير لازم تنتبه لها. فمش بس نقرا الارقام اللي تحت، يمكن يكونوا هول الارقام اللي تحت لو افترضنا لو قطعه صغيره من لوح الشوكولا، مثلا لوح شوكولا افترضنا بقلبه 10 اقسام، يكون القسم الصغير فقط بقلبه هول الارقام اللي تحت. هون ساعات اذا اكلنا كله لوح شوكولا بنكون عم ناكل كتير بدون ما نحس، فما ننتبه نحن شو عم ناكل بالضبط. هون بهالحاله هذا المنتج كله فيه هول المعلومات اللي تحت. الاماونت بير سيرفينج هي اللي تحت عم بتقلنا بير سيرفينج، شو هي السيرفينج فوق 1 بار يعني لوح شوكولا كامل. فاذا انا اكلت لوحين شوكولا ساعتها بضرب هودي الارقام كلها باثنين، اذا اكلت لوحين شوكولا، اذا اكلت نص لوح شوكولا بقسم هودي الارقام كلها على اثنين. هلا كالوريز في 200 كالوري مثلا، طبعا نحن بالكيتو ما بنطلع بالكالوري بشكل عام، برجع بنحكي في كل قاعده لها استثناء، بس نحن ما بنطلع ابدا بالكالوري الا بحالات كثير خاصه. توتال فات في 48 جرام فات، ترانس فات زيرو، معناتها هذا منيح من حيث الفات، منيح هذا كيتو. بيجي لتحت كوليسترول ما بيهمنا، صوديوم منيح نطلع فيها بس مش اساس.
توتال كربوهيدرات هي اهم شغله بنطلع فيها، اللي هي 21 جرام. هلا بس اللي 21 جرام مش يعني هذا 21 جرام كربوهيدرات نشويات، لا، معناتها اول شيء شو بنعمل نحن، بننقص اول شغله من هذا الرقم الكلمه اللي اسمها دايتري فايبر، يعني الياف الغذائيه، فيها 15 جرام، من ناقص 21 ناقص 15 بيطلع عنا 6. فبشكل عام هذا بقلبه 6 جرام فات، عفوا كربوهيدرات، هذا لوح الشوكولا. اذا انا اكلت نص بكون عم باكل 3. هلا ترى هذا عم نحكي، اذا بس وقفنا هون على القراءه، هي اول قاعده انه بنقص الفايبر من الكربوهيدرات. ثاني قاعده بنقص الاريثريتول، او عاده بسموها بوليولز او اريثريتول، او مثلا ممكن يسموها لو افترضنا سوربيتول، حسب نوع السكر المستخدم بهذا المنتج، السكر الصناعي عم بحكي او السكر الطبيعي اللي هو بديل للسكر العادي، السكر الكيتو، يعني مثل الاريثريتول، مثل الزيليتول، مثل مونك فروت، ستيفيا، احيانا بسموها هون بوليولز، احيانا ما بحطوها ضمن الكربوهيدرات بالاصل لانه مش ما اصلا حتنقصها انت فما بيحسبوها، احيانا بحطوها باسم مثل بهالحاله بسمي لك اياها اريثريتول. فبهالحاله في 2 جرام، فهون ساعتها ما عادش بنقص بس 15، بنقص 15 بنرجع بنقص هود 2. ف 15 زائد 7 زائد 2 17، 21 ناقص 17 بيطلع عندي 4. ساعتها هذا المنتج بقلبه 4 نت كارب، هذا اللوح الشوكولا الكامل بقلبه 4 نت كارب. 4 نت كارب، إذا أنا أكلت نص بكون عم باخذ 2 نت كارب. هيك بنحسب الكربوهيدرات بأي منتج بنشوفه نحن بالسوق، أول شيء بنقص الفايبرز منه. تاني شغلة بنقص السكريات الصناعية أو الطبيعية اللي هي كيتو مثل زيليتول إريثريتول أو بسموها هون بوليولز. هلا ملاحظة، بعض العالم المالتيتول اللي افترضنا اللي هو موجود بالإنجريدينس نوع من السكر، المالتيتول مثلا مع إنه هو يعتبر بوليولز ولكن نحن هذا بيأذينا بالكيتو اللي بيعلي الأنسولين بالدم، وبالتالي ساعتها نحن هون شو بنعمل؟ بعلي السكر بالدم عفوا، يعني مؤشر الجلسيمي تبعه عالي فتلقائيا بعلي الانسولين. فشو بنعمل ساعتها؟ هم بيكونوا حاطين هون بوليولز جوات الكربوهيدرات، بيكونوا حاطين بوليولز تحت لانه المنتج فيه مالتي تول، بنعرفش نحن قديش فيه مالتي تول وقديش فيه مثلا بوليولز ثانيين. لو افترضنا احيانا بحطوا اريثريتول مع مالتي تول، بهالحاله نحن اتفقنا مجرد من مالتي تول خلص لغينا المنتج، ما عادش اصلا عم نطلع فوق بالبوليولز. بس ان احيانا بيخدعوا بعض العالم، بيطلب ما بيطلعوا بالانجريدينتس، بيطلعوا فوق بالبوليولز اللي بينقصوها من الكربوهيدرات. هي عمليا بيكون هذا البوليو شو نوعه؟ مالتيتول، وبالتالي هذا المنتج مش كيتو بالاصل، وبالتالي ما لازم ننقصه اصلا من الكربوهيدرات. فاذا في افترضنا 10 بوليو، هو 10 بوليو هي عباره عن مالتيتول، ما لازم ننقصه من الكربوهيدرات، وبالتالي هون بنكون نحن عم ناكل كربوهيدرات بدون ما نحس. هي بس كل الملاحظات اللي خاصه بالكربوهيدرات. تاني شغل بالنسبة للبروتين، بقلب 21 جرام بروتين، هذا المنتج بحد ذاته هلأ مثل ما هو مش كيتو، لأنه عدد البروتين عالي كتير مقارنة مع الفات. نحن أي منتج دا يكون ندغر نقول عنه مثل ما هو كيتو، مثل ما هو كيتو بده يكون 20-30% مثلا بروتين، 70%-75% فات، و5% مثلا كاربز. الكارب هون تمام، البروتين لو افترضنا تمام، بتصير عندنا الفات بيكون اعلى بكتير ليصير فات منيح. فبهالحالة ما فينا ناكل نحن هذا البار مثل ما هو دغري ناكله بين الوجبات. احنا اصلا ما عندنا سناك بالكيتو، ولكن مع الوجبة لو افترضنا مرقناه بحد ذاته هذا المنتج مش كيتو. بس انا بدي اتروق لو افترضنا الصبح عليه مثلا، ساعتها بتروق معه بيشرب معه شوية، لو افترضنا بيكون معه شوية مكسرات، او مثلا بيكون معه شوية MCT اويل زيت يعني، او بيكون نسكافيه مثلا مع زيت، او قهوه مع زيت، بولت بروف كافي. بهالحاله بصير كيتو، في حال كان الانجريدينتس تحت كيتو. بهالحاله هذا المنتج هذا ديرتي كيتو لانه بقلبه سكرالوز. اذا واحد ماشي ديرتي كيتو لو افترضنا، فساعتها فيه ياخذ هذا المنتج بهالتفاصيل اللي قلنا عنه. بهالطريقه نحن بصيرنا نقدر نحدد اذا منتج كيتو ولا مش كيتو. هلا في بعض تفصيل صغير، انه بتلاحظوا هون التوتال كربوهيدرات هي 21 جرام، حاطين تحت التوتال كربوهيدرات على اليمين شوي زي حينا دايتري فايبر شوجر اريثريتول، وين حاطينهم؟ تحت جوات التوتال كربوهيدرات، معناته هو ثلاثة تابعين لمين؟ للكربوهيدرات. فبهالحالة بنقص منهم مثل ما حكينا قبل شوي. هذا النظام الامريكي. النظام الاوروبي بيعتمد طريقة تانية بالكتابة، لحاله بيطرح الكربوهيدرات من الفايبر، ما بيحط الفايبر هون تحت الكربوهيدرات،
بيحطها لحالها تحت بخط عريض مثل البروتيين وتوتر الكربوهيدرات والصوديوم بلون اسود عريض. بهالحالة شي يعني ما منقص شي من الكربوهيدرات، هن ناقصين خالصين. فرقم الكربوهيدرات منقص منه هيدي الفايبر. بعض مثل ما اتفقنا المنتجات الاوروبية بيستعملوا هذا ستاندرد. هذا بشكل عام كل شيء عن كيف ننقي منتج، نعرف منتج اذا كان كيتو ولا مش كيتو. ويعطيكم العافية.